بعد ما خلصت ماتش الاهلي قلت راح اشوف مانشستر سيتي عامل ايه. مانشستر سيتي بيلعب فرقه اسمها بيترو بورو، انا قعدت ساعه الا ربع احفظ الاسم حرفيا علشان خاطر اطلع اقوله دلوقتي، بيترو بورو. الفرقه دي سحبت المركز الاخير في الشامبيون شيب، بسم الله ما شاء الله، يعني مفترض ان احنا كنا عملنا حفله، ومفروض ان احنا بادئين برياض محرز وتحتيه فيل فودن وكاي جندوجان، والنهارده ديني هو اللي موجود وبنريح رودري. كويس كويس، بص احنا هنلعب باي حد هنكسب، بس اتفاجئت ان 0-0. 0-0 ازاي؟ مش عارفين نروح ولا عارفين نضيع. ايه خير، اللهم اجعله خير، الدنيا فيها ايه. بدأ الشوط الثاني لقيت برضو بسم الله ما شاء الله 11 لعيب واقفين في ال 18 بتاع بيترو بورو دي، اللي هو الماتش ده شكله كده ماتش معقرب وهيعمل زي ماتش توتنهام وتسبيل، والدنيا بالنسبه لنا هتضيع خالص علشان يجي رياض محرز الغالي النجم بتاعنا اللي المفروض ياخد احسن لاعب في الشهر غصب عن عبود التخين. اه فيل فودن عمل اسيستين، بس معلش لا فيل فودن ولا رحيم ستيلينج يستاهلوا يكون نجوم الشهر في سيتي. نجم الشهر عندنا رياض محرز، المفروض رياض محرز يكون نجم الشهر عافيه، لان لا مؤاخذه يعني كنا متحلوسين قدام فرقه مركز اخر في الشامبيونشيب، لولا رياض محرز الله يبارك له قرر ان هو يلعب في جول، يلعب في جول مش يلعب عرضيه. رياض محرز بص حط الكره من رجل الراجل حطها في جول، اللي هو مش حطها في الجون يا رياض، ده احنا كده عديناها رياض، الرياض حطها ما بين رجل اللعيب وفي الجون، اللي هو الله على اخلاقك يا فخد العرب، الله على اخلاقك يا رياض، الله عليك. الماتش سهل، علشان ابص كده الاقي فيه فودن بيلعب كره طويله لجاك جريليتش، جاك ده هيضيعها، لا مش هجيب اجوان جاك ده. ببص كده لقيت جاك جريليتش جاب جون، ده بجد والله في حافي في هاكر في اللعبه، في حاجه غلط. طيب انا عارف ان في الفودن عمل له اسيست حلو قوي، بس بصراحه جاكي بيجيب جون ازاي يا جدع؟ ازاي طيب؟ علشان ابص على تغييرات مانشستر سيتي الاقي ان سيتي كان بيلعب بناسون ايكاي وكان بيلعب جنب روبن دياز وغيرهم ونزل ستونز ولابورت، قلت بس ده واضح ان الشوط الاول بيب جواردولا كان عنده مشاكل كتير قوي في الفرقه. بس الله على الله حكايتنا بصراحه، يعني كاي جندوجان كان مميز جدا في الشوط الثاني اللي انا اتفرجت عليه. اه مانشستر سيتي بعد الهدف الثاني ضيع كتير جدا، بس برضه لازم نقول ان لولا التصرف الفرد اللي رياض عمله في الدقيقه 60 اللي نتج عليه الهدف الاول كان الماتش بالنسبه لنا صعب جدا، واحنا بسم الله ما شاء الله يعني الفرقه كل ما الجون بيأخر الفرقه بتعاني معاناه غير طبيعيه. مانشستر سيتي النهارده كان المفروض ان احنا نعمل نتيجه عاليه شويه، كان المفروض ان احنا نلاقي ليام بياخد وقت، بس للاسف ليام ما كانش موجود على الدكه اساسا، كان المفروض ان احنا نرجع الثقه، بس يعني مش مهم، المهم بالنسبه لنا حاجه واحده بس، ثبتت الرؤيه ان حتى في الماتشات الكبيره ما ينفعش انك تتخلى عن رياض محرز. لان المغزى كنا بنقول الماتش بتاع توتنهام وسبير كان مقفول، بس النهارده الماتش كان مقفول بتصرف فردي من رياض حل الدنيا. مش هنبكي على اللبن المسكوب ولا هنبكي على الماضي، بس ابوس ايدك ما تحاولش تفلسف زياده عن اللزوم، ونحاول فعلا ان احنا نمشيها. الاجهز يلعب، والاجهز بالنسبه لك مين؟ رياض، والافضل بالنسبه لك مين؟ رياض. ابوس ايد امك يا اخي لاي موجود في ماتش مانشستر يونايتد، والنبي والنبي عايز اشوف ماتش مانشستر يونايتد، ما نشوفش الهبده طلعت وقررنا ان احنا نلعب في الفودن مكانه او نلعب برحيم ستيلنك، والنبي نثبت على وضعنا ورياض يكمل. ما ينفعش احسن لاعب في الشهر بتاعك ما يلعبش ماتش ديربي من ديربي مدينه مانشستر. ماشي اتفقنا تمام، مش عايز بقى والنبي اشوف رياض، مش عايز اشوفه على الدكه تاني، مش عايز اشوفه موجود على الدكه ماتش مانشستر يونايتد. اقول لك حاجه، ريحه ماتش سبورتنج لشبونه، كده كده خلصنا على سبورتنج، ريحه يا عم ماتش سبورتنج، بس لعبه النبي ماتش مانشستر يونايتد. ابوس ايدك عشان الواحد بدا يتعب منك والله. لو عجب حضرتك الفيديو فاعمل لايك، ما عجبكش الفيديو فرايك ويحترم. انا مش هجيب ماتش الاهلي وفرقه عشان اتفرج على ماتش لفرقه انا مش عارف انطق اسمها، بس الشوط الثاني كان متاح ان انا اتفرج عشان كده بصراحه اتفرجت، والحمد لله رب العالمين، رياض ولدنا انقذنا من المجهول امام فرقه مجهوله اساسا.